اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم تمر بريستيج معمر بجوج الحشوات باللوز وبالشوكولاط. كيجي على هذا الشكل. وباشكال عديده. خليكم معنا وندوزوا للعمل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ افتتحوا حلقتنا اليوم بالصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم ان شاء الله غادي نعاود ندير معكم درس اخر في التمر بريستيج. ماشي بزاف هذه باش درت معكم التمر، وقلت لكم باقي عندي شي جوج دروس تاع التمر ان شاء الله نشاركوا معكم. اليوم انا عندي جوج كيلو ديال التمر، هانتوما كي كتشوفوا تبارك الله وصلنا عندي تمر غزال، تمر مجهول. عندي جوج كيلو غاد نمسحها بالزهر بحال العاده، وانا غنفضل باش ما نديرش خدمه معاوده نمسحها كلها عاد باش نحيد منها العظم ونعاود نتلاقى معكم. راه تبارك الله كلشي كيعرف كيفاش. انا عندي شويه الزهر هنا، شويه الزهر في هاد الزليفه، غندير زويه في ابيض نبقي بحال هكا، ولا كلينكس ولا اللي بغيتو، ونمسح التمر ديالي من الغبره. هانتوما راه هكا كيكون فيه شويه الغبره، كيكون فيه مسحو مزيان وكتبقى فيه طيب الزهر. انا غنبقى حتى نكمل هاد الكميه، نكمل جوج كيلو كلها، ما غنفتحوش دابا نحيد منه العظم حتى نسالي الكميه كلها، ونعاود نرجع معاكم ان شاء الله. هانتوما يلا انا رجعت معاكم بعد ما مسحت التمر كله، ديك الكميه اللي كانت عندي. دابا ان شاء الله غنبداو نشقو هكا، نحيدو ليه العظم ونحيدو ليه هاد النباته اللي كتكون هذه ما فيهاش بحال هكا. هادي هاد النباته علاش كنهضر، ونشقوه نحيدو ليه العظم ونحطو هنا. غنحيدو ان شاء الله النواة لهاد الكمية كلها، لهاد جوج كيلو ديال التمر، ونعاود نرجع معاكم ان شاء الله. هاد التمر ديالنا بعد ما كملت حيدت ليه العظم كله، راه طالعة منو ريحة الزهر، ملي كيتمسح الزهر كيبقى هكا كيبري. عندي هنا نص كيلو ديال اللوز، أنا سلقتو وطحنتو بكاس لاروب ديال السنيدة، غنزيد ليه شوية الزهر. عندي نيت هنا شوية تاع الزهر، هما قيمة شي جوج معالق زدت حتى نشوف، غنزيد شوية. نخلطوه مزيان باش منين نبغيو نديروه طويول هكا نعمرو به التمر ما يعذبناش. نزيدو شويه تاع التمر، نزيدو شويه ديال الزهر، صافي دابا مزيان. هانتوما بعد ما نسقي الزهر كتولي العجين تاع اللوز مجموعه، غاد نكور دابا بحال بال صبعات ديال اللوز هكا على قياس التمر. الى عقلتو المره اللي فاتت عمرت معكم اللوز، عمرت معكم التمر باللوز والكركاع، العقده ديال اللوز والكركاع. اليوم ان شاء الله غاد ندير فيها العقده تاع اللوز، ونسمها ب عندي هنا قشور تاع الليمون، وعندي المشمش مقطع صغير، عندي بخالينين،
عندي فويتين، عندي بزاف تشكيلات باش غادي نسم لاباط. غير ما نخلطش كلشي، غير بحال هكا ملي نبغي نعمر التمر ناخذ شويه ديال اللوز بحال هكا، وندير لي شويه ديال التمر، ندير لي شويه ديال المشمش هكا، وندير لي شويه ديال اللوز. راه كيتواتى مع المشمش والليمون معسل. ندير لي بحال هكا نتوما كي شفتوا، ونعمر به التمر. شكل شويه على المره اللي فاتت، غادنا نحرب اللوز. هاد القياس ونعاود نرجع معكم ان شاء الله. دابا غنبداو ان شاء الله نعمرو التمر ديالنا. ناخذ التمره، نبداو بهذيك العقده اللي درنا فيها شويه ديال الطريفات ديال قشره الليمون وطريفات ديال المشمش. غنديروا هكا، يجي اللوز هكا باين على برا، وهذاك الخليط اللي درنا نديروه لداخل بحال هكا. نديرو دابا اللوز. انا غندير هاد الكميه ديال اللوز اللي عندي، الا ما قداتنيش هاد الكميه تاع اللوز عاد باش غندير وانا نيت بغيت نشكل، عاد غندير الشوكولا والفويتين والبخاليني باش ندير شويه هكا وشويه هكا. نتوما هاد ما عمرت هادي حتى هي، نزيد معكم شي وحيده ولا جوج ونبقى حتى نكمل. ندير لها حتى هي شويه ديال قشور ديال الليمون هكا بالجنب باش نبدل شويه. هو التمر راه كاين بزاف الشكالات، واحد ملي كي حفيته قلتها لكم، ملي كيكون تيخدم شي حاجه من قلبو راه كيبقى كيبدع فيها، كيبقى هو خدام وتيطيحو عليه افكار كيطبقهم. صافي انا درت معكم 6 ديال الحبات، نبقى حتى نكمل هذه الكميه ولا نعاودها. هنا بقاو لي شي حبات، شي وحدين درت فيهم هكا القرقع باش ملي نكونو كناكلوهم تجينا المضغه زوينه. درت القرقع وعاد كندير فوق منه من اللوز هكا. هما غيجيو لذاذ. بعد ما كملنا هاد الكميه كلها باللوز، دابا درت شويه ديال الشوكولاط هنا ودرت معاه شويه لاكريم فريش، وغنزيد هكا شويه ديال فويتين، وغندير البخاليني.
بغيت هاد الشكيه من الخارج يجي شويه كروكون. وزدت شويه ديال الكاكاو السوس حتى هو باش يعطينا لوغو. صافي هي تجمعات، نزيدها شويه الكاكاو باش تجمعكم الخليط. هذا راه بحال دايره بحال 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 تخيف، درت شويه ديال الشوكولات، شويه لا كريم فريش، وطريفت الزبده وحطيته في الكونجيلاتور. دابا عاد كان صافي، دابا غنكور هذا العجين ونرجع معكم ان شاء الله. نعمرو هاد الكميه اللي بقات لينا بهاد الشوكولات. الشوكولات راه تيتماشى مع كيتماشى مع الفويتين و البخاليني، غيجي كو اخر. المهم راه قلتها لكم في الاول، قلت لكم راه ملي كت تخدموا شي حاجه وانتوما راضيين عليها وكتخدموها بحب، راه كتبقاو نتوما كتخدموا الافكار تيطيحوا عليكم وكتبقاو تشكلوا. وباقي ان شاء الله باقي ان شاء الله نزيدوا شي درس اخر في التمر. ان شاء الله التمر ما كيتحلش، فيه اشكال كثيره وحنا دائما نبقاو نديروا الجديد. صافي بقى تنكمل هذه الكميه ونعاود نرجع ان شاء الله. انا رجعت معكم باش نوريكم باش غادي نسوق هذا التمر. عندي الزريعه في الالوان، هما في ثلاثه الالوان، عندي الورد، عندي هذا الفاني مكور، عندي هذا بيستاش، عندي القشور ديال الليمون المعسلين، وفيرميسيل في الغوز، وراقي ديال الورد، وعندي هاد التشكيله، وعندي هاد الوراقي تاع الذهب ما استعملتهمش ديك المره غنستعملهم هاد المره. عندي كويختات، عندي هاد الملمع في الذهبي وفي الكري نزوق به، غنديرو الكركاع، عندي دواء الكاجو، عندي اللوز كونكاسي و الشوكولا كركاع ولوز إفيلي والشوكولا بيضة وجوج دلام في البيض. نبداو إن شاء الله، نبداو بهاد الأولى، غندهنها بالناباج باش يشد لينا فيها العقيق، وغندوزها في بيستاش هكا. انتما يصير هذا الشكل، نحاولوا نقادو فيها البيستاش، نوركو عليه باش يدخل في اللوز ما يطيحش. وغندير ليها واحد الخضر تيجي مع الغوز، غندير ليها وريضه ديال الورد هكا الوسط. هانتوما كي جات، ناخدو حبه اخرى ندهنها بالناباج، ندوزها في الشوكولا هكا، في هاد الشوكولا لولي شوكولا بيضاء. نحاولو نغيرو على المرة اللي فاتت. هانتوما كي جات،
غادي غندير لها واحد الكويره الوسط هكا، درت ليها كويره في الكري مع البيض جات غزاله. نعاودو ناخدو هادي وندهنو هاد الناباج وندوزوها في الورد. هانتوما بعد ما دوزتها في الورد غندير ليها حجيرات، شتي دوزتها في الورد غندير ليها حجيرات هكا هكا بيضين، نجي منظر زوين. هانتوما شتي كي جات هي مع لاباج كيبقى يلصق. نعاودو ناخدو وحيدة أخرى ندوزوها في هاد العقيقات. هانتوما جات غزالة، شوفو باش غنزوقوها الوسط. نديرو ليها طريف ديال نديرو ليها الورد حتى هي لي زوينة. هانتوما نزيد معاكم شي وحدة ولا جوج ونبقى حتى نكمل كلشي. هادي ندهنوها ونديرو ليها وريقات ديال مزيان باش نشدو فيها دوك الوريقات ديال الذهبين. هادو البنات مهمين، انا خديت هاد الكميه كلها حسن من داك الطريف اللي كيتاخدو ب 25 ولا 30 درهم. انتم عرفتوا هذا راه هاد الشكيل جا زوين، جا غزال. هانتوما هاد الوريقات دابيين كي جا كلاس. هادي دهنتها بالناباج، غندير ليها نص قرقاعه هكا نوركو عليها باش تشد، وغندير ليها شويه تاع الملمع في الذهبي. اش كيبان ليكم؟ هانتوما كي جات جات غزالة داك الملمع. نعاودو نديرو وحدة أخرى، نديرو ليها الملمع كري، نديرو ليها
ندير ليها دابا هذه، ندير ليها الكاجو. هانتوما غندير ليها نغيرو شويه، نزيد معكم شي وحيده اخرى، شي شكيل اخر. غادي نديروا لها هذا الجوهر، ناخذ شي وحيده نديروا لها هذا الجوهر. هانتوما بهاد الجوهر الصفر كي جات، وغنديرو ليها حجيرة بحال هكا الشكل في الوسط، هي غتجي زوينة جغزالة بحال هكا كتبان ليكم. دابا ما بقى ليا إلا نكمل حتى نوصل الشوكولا ونعاود نرجع معاكم إن شاء الله. هاد التمر ديالنا بعد ما كملتو في التزيين درت شكالات مغايرة على المره الفايته. شوفوا هاد الورق ديال الذهب شحال جاو زوينين. هاد المره ضفت شي حبات درت ليهم الزعفران الحر، نغيرو شويه حتى هما غادي يجيو في الطعم زوينين. مبقى لنا الا ندوزو دابا التمر ديال الشكلاط ان شاء الله. دابا نبداو في هادو ديال الشكلاط، انا بديت وحيده كنديرها في الشكلاط كحل هكا، هادو اللي عمرت البارح بالشكلاط، نهزها ندير فيها وريقات من هذا الورد، ندير فيها ندير ليها نص قرقاعه. المهم عندكم اختيار في 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 الزواق. نعاودو ندير وحده اخرى معاكم. الا غديروا الشكلاط لهاد اللوز بريستيج، من الافضل ديروا شكلاط غيش، شكلاط زوين باش تجي حتى الطيبه زوينه. هذا نشوف شنو نديروا ليه، نديروا ليه حجيرات هكا باش يزوين حتى هو. قبل ما يكرم الشكلاط كديروا الزواق اللي بغيتو ديروا باش يلاه كيشد. صافي هكا مزيان، راه في الساع كيكرم، هادي راه في الساع كرمات دابا كاع. هانتوما الحجيرات بدات حلوه، غنعاود ندير معاكم وحده اخرى. الصداع كيتسمع، نعاود ندير وحده اخرى بالشكلاط نواغ. هذه
اجي غندير ليها هاد حبيبه تاع الفرامبواز، هما كيجيو زوينين في التمر. صافي دابا غادي نعاودو نديرو. انا درت معاكم اربعة الشكيلات في هذا، في الشوكولاط هذا اسود. غنديرو دابا غندوزو للشوكولاط الابيض، تا هو نديرو فيه توهم مزيان بالشوكولاط. هادي غندير ليها شويه الورد، الورد يجي زوين في غير دائما ديروه قبل ما يبس لكم باش ما تلقاوش مشكل، ما عندكمش كي تعاودوا راه واخا الحال سخون واخا الحراره. ها انتما كي جات هذه سحبتي شفت اسود نوريكم هذه كي جات. هيا راه في السعي بسات حتى هي، هانتوما جات هذه بالورد. نعاود ندير وحده اخرى دائما في الشوكولاط ابيض. هادي غنديرو لها واحد الحبيبات هادو ديال الشوكولا صفراء، نغيرو شويه. ولا من الاحسن كيتهزوها من كيتهزوها من الشوكولات تكون باقا في فرشة، تديرو ليها الشوكولا. هانتوما هاهي يبسات عقيق صفر. غنزيد معاكم شي وحيدة ونبقى حتى نكمل هاد الكمية. نحيد هاد، نزيد معاكم وحدة في الشوكولاط البيض. نقدو نديرو ليها هاد ديال الفرامبواز تويت و معاها. انا علاش درتو هنا حيت في ساعة بدات تلبس. صافي غنبقى انا تنكمل هاد الكميه تاع التمر اللي عندي. غاد نعاود ندير شويه اللوز، ندير شكيلات اخرين ونعاود نتلاقاو ان شاء الله. هاد التمر ديالنا اللي عمرت بالشوكولاط و غطستو في الشكلاط، جا على هاد الشكل.
جا من دار غزال. المهم نخليكم وندوزوا للتقديم النهائي ان شاء الله. هاد التمر اللي شاركت معكم اليوم جا على هاد الشكل، جا غزال بحال شي لوحه فنيه. كيشهي الوان واشكال زوينه. تقدو تقدموا كهديه لعائلاتكم ولاصدقائكم والاحباب ديالكم. حتى في الطعم جا غزال، حيت كاين اللي عامر باللوز وكاين اللي عامر بالشكلاط ومغشي بالشكلاط. اللي عجبكم شاركوا مع الاصدقاء والاحباب ديالكم والوليداتكم. مابقى لي الا نضرب لكم موعد في حلقه قادمه بحول الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامه.